السلام عليكم ورحمة الله العربي، ورجعنا لكم اليوم بمقطع جديد. اوكي صبر، عن ايش بيكون مقطعنا اليوم؟ تحدي الحارس والمهاجم الجزء الثاني. طبعا الجزء الاول انت الجزء الاول نزمت يعني. خلينا نجاوب الجزء الثاني الحين مين يفوز. ها الجزء الاول يا جماعة الخير اللي ما شافه بحط الرابط حقه في الوصف. الجزء الاول طبعا كان التحديات حقه تحدي العرض تحدي العرض كان الجزء الاول، لكن هذا الجزء بيكون بالاقماع وبالاقواس كمان. حتخسر كمان. خلينا نشوف الجزء الاول انا هزمته، خلينا نشوف مين يفوز الحين. يلا اوكي يا جماعة الخير، الحين حطينا قمعين فوق زاوية 90. اول واحد يقدر يجيب الاقماع هذه 3 مرات، طبعا 3 مرات مو ورا بعض يعني، لكن 3 مرات تمام هو اللي يفوز. تمام يلا، كل واحد شوته بشوته. يلا اوكي الحين صبر، حجره مقصمه اول مره. ها حجره مره مقص، حجره مره مقص. استنى ما تحتسب فيه. رينا اوه يا الله، يلا رينا. اوكي هذه المحاور الثالثة هي قلت لك ثالثة بتجي، قلت لك ثالثة بتجي ثالثة ثابتة. رينا يا بطل يا بطل يا بطل يا بطل حلوة. اوكي الحين المحاولة الرابعة لي. يلا باول 3 محاولات، جبت انت واحدة وجبت انا واحدة. ليه يشوفون وكمان طاح، والله يا حرام. يا بطل يا بطل يا عندي يا عندي. الحين 2-2 صرنا. تعادل على خيره على خيره. يلا يا بطل يا بطل يا بطل يا بطل. اول تحدي فزت فيه. اوكي يا جماعة الخير، التحدي الثاني اللي عندنا الحين نطلال يحط القمع فوق راسه، واحنا نروح مسافة 20 متر من هنا. فين صبري؟ هذا هو صبري. هذا هو صبري هنا، مسافة 20 متر نصوب القمع فوق راسه، محاولة واحدة لازم. أول واحد طبعا نجيبه هو اللي يفوز. حلو حلو يا بطل. يا سلام. اوكي صبر، الحين التحدي الاخير. ها يلا الحين التحدي الاخير هو انه طلال حير من قوس لفوق، ولازم احنا نجيبه. اول واحد يجيبه مرتين هو اللي يفوز. يلا خلينا نشوف خلينا نشوف. جو يا عمري. جد؟ لا لا جد 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 من اول محاولة صح؟ والله اني معلم خلاص جد. كسر يا اخي مو لا اتكسر، ما اتكسر مو منها جد. يا عمري يا عمري يا عمري. اوكي الحين جبت انا اول واحده من اول محاوله، انت لسه باقي لك الحين لازم تجيب 2. يلا تقوم حاول له يا صبري. يلا ارجع له. لا 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 بعد ما صدمت في الارض رجعت. لا الا جات لازم بالهواء. لازم هو والله جات تاخر. لا لا والله لا بس جات. لازم هو بالهواء. تعادل يا اخي. لازم هو بالهواء ما يصير. انت ما من الاول جو يو. يا الله يا الله يا الله. يلا المحاور الثالث. ري الحظ الحظ واقف معاك يا يعني انه واقف معاك يعني قلنا بتحت القمع خلاص، لكن برضو تحت القوس. يلا خلاص المهاري. ها يلا حلو حلو حلو، خليني ابغى بس شوية قوة. اوكي هذه المحاولة الرابعة لي، افوز عاد ان شاء الله. يا تصبر الهزيمة. جو. انت هي كيف؟ مبروك. والله يكفو، والله يكفو، كنت منافس جيد ها؟ اوكي صبر الحين جاهز العقاب. خسران عادي تنجلد عادي طبيعي، خسران لازم ينجلد. جاهز؟ يلا مستعد؟
يلا حد حنيت عليك برضه عشان ما جبت ما جبت قوية كثير ما جبت قوية كثير عشان حبيبي يا صبري. هذا كان مقطعنا اليوم، يديكم ألف عافية على المشاهدة. اوكي بصراحة يا صبري أنا ما أنا عارف مين اللي خسر اليوم، وأكل جلد برضه أنا اللي خسران. بس أنا أقول لك أنا متخصصي أقواس وأقماع، هذا شيء أول مرة بحياتي أسويه. طيب تعال تحداني بالحراسة. ايش يعني تبغى مقطع تصويب؟ ايوه تبغى مقطع تصويب وانت الحارس؟ مقطع تصويب حيكون تحدي. طب خلاص خليهم هم يصوتوا، اذا تبغى مقطع تصويب مع صبري وانا اشوت عليه وهو يحرس صوتوا، حتطلع لك منابع تعجب يا ام فوقنا يا ام فوقنا، صوت عليه اذا تبغى مقطع التصويب ده ولا لا. والخسران حيكون له عقاب مره قوي اقوى من اللي الحين اكلته برضه. لا تنسوا يا جماعه الخير تضيفونا على سناب شات حقه، بنزل فيه اشياء كثيره، بنزل فيه اشياء عن الكوره وعن غير الكوره، بنزل فيه يومياتي برضه، صار فيه متفاعل مره ترى. ايوه يا اخي تعال المهم على السناب شات حقي. هذا المقطع اللي فات لا تنسوا تشوفوه، وهذه دائره الفقره الصبري اضغط عليهم، لا تنسوا تشتركوا في القناه، وفي امان الله. Peace.